للحفاظ على المستوى الأمني المتحقق في العاصمة بغداد، نفذت قطعات قيادة الفرقة المشاة السادسة عملية استباقية للبحث والتفتيش في قضاء الطارمية والمناطق والقرى المحيطة به شمالي العاصمة بغداد. التفاصيل ابقوا معنا. توجيه من السيد رئيس سكان الجيش المحترم بالقيام بعمليات استباقيه ضمن قاطع المسؤوليه باشرت قياده فرقه المشاهد السادسه بالساعه 600 من يوم 5 نيسان بعمليه تطويق وتفتيش ضمن قاطع المسؤوليه قاطع طارميه واللي مسؤول عنه قاطع لواء 59. الغايه ملاحقه المفارز الارهابيه الصغيره اللي تنشط مستغله كثافه البساتين وسعه قاطع المسؤوليه. طبعا كل اعمالنا تتم بالتداخل، يعني تداخل الاعمال. احنا عندنا قاطع لواء 54 وقاطع لواء 24 يتم فرض حظر التجوال بكل مهنيه وحرفيه وايصال المساعدات الانسانيه للعوائل المتعففه، وايضا القيام بمشاركه الدفاع المدني باعمال تعفير المناطق. والان ضمن قاطع لواء 22 و 59 نقوم بعمليات استباقيه لملاحقه الخلايا الارهابيه. جهودكم ان شاء الله مبذوله، ان شاء الله طيبه، والله يحفظكم ان شاء الله وما قصرتوا. يعني واللي نشوفه هسه، يعني هسه اللي يعني ما بدر اي شيء من عندكم، بس اللي نريده هو اهم شيء الصحه والامان. هذا الشيء نشوفه هسه شيء ملموس، يعني هذا من تصير من بيت البيت. هذا اول شيء هي سلامه الاهالي قبل كل شيء. يعني هذا الجهود هاي المبذوله والتعب كله هذا هي لصالح الكل. ايادي تمس المنطقة تمسنا احنا، فنحافظ طبعا احنا على المنطقة. ان شاء الله ماكو شيء بجهودكم، بجهود القوات الامنية ماكو شيء ان شاء الله. هاي منطقتنا واحنا نحميها ونساعد القوات الامنية، فما نقبل يعني اي اذية عليها. الواجبات مستمرة، عدة واجبات قمنا بها، وهذا مو أول واجب ولا آخر واجب، وما منطينهم أي مجال ضمن القاطع. تعاون تام أبداه المواطنون مع قوات الجيش العراقي في جهودهم الرامية لإدامة الأمن والاستقرار في مناطقهم، مؤكدين رفضهم التام لأي محاولة من شأنها المساس بأمنهم ومقدراتهم. من قضاء الطارمية لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني.